بدنا راسك يا بشار، بدنا راسك يا بشار، يا بشار يا كتاب تدير بعزة وهالخطاب الحرية سارت عالباب، بدنا راسك يا بشار، بدنا راسك يا بشار، بدنا راسك يا بشار، بدنا راسك يا بشار، من هلا هلفي يا سوريا الواحد منا يقاتل منا تسكت احزاب القصيرة، بدنا راسك يا بشار، بدنا راسك يا بشار، يا بشار توفيك وطوف يلي بيحييك وأيام من دنيا فيك، بدنا راسك يا بشار، بدنا راسك يا بشار، بدنا راسك يا بشار، بدنا راسك يا بشار. شاب سوريا فيك تقول لاجئ لهون بسبب ما في اوضاع دراسه هنيك، ما فيني اكمل دراسه هنيك، جيت هون ندرس، وطبعا باستضافه الشعب التونسي، الثوره التونسيه هي القدوه لنا، طبعا كانت القدوه كانت المثل وكانت الشراره للباقي الثورات في كل الدول، يعني كل الدول العربيه يعني، وحبينا كثير العمل الاخير للدوله السوريه للحكومه التونسيه بطرد السفير، هو كان حركه متاخره قليلا يعني، ولكن اجت اخيرا الحمد لله، وحابين كل الدول العربيه تمشي في خطى الدوله التونسيه. من يعني شيء ما بتصف، يعني اكبر شيء انه حمص، يعني حمص هلا فيها مجازر حتى يعني اكبر من عم تصور الجزيره او عم تصور العربيه، شيء لا يوصف يعني. يعني امبارحه اكبر مثال انه امبارحه اهلي كلهم اجوا من سوريا هربانين، يعني هربانين من شيء اسمه حرب، شيء بخوف يعني. يعني سلطه امنيه قاتله جدا، اكثر من 14 جهاز امن مخابرات، شيء فظيع يعني، وان شاء الله منصورين. تونس. أي جينا مشان نشكر الشعب التونسي وحكومة الشعب التونسي اللي هي كانت المبادرة بأخذ خطوة طرد السفير، ونقول للشعب السوري إنه نحن معاكم ضد النظام الأسدي اللي أثبت سديته ونازيته واللي عم يقتل الأولاد وعم يموت شباب بعمر الزهور على مرأة من المجتمع الدولي، وما حدا من المجتمع الدولي عم يعمل أي شيء، بس نحن بإذن الله منتصرين وثورتنا منتصرة بإذن رب العالمين، لأنه دائما بعبر التاريخ الشعب هو اللي بده ينتصر، وبشار الأسد هو رايح وسوريا باقية، وللمؤيدين تبع بشار اللي طلعوا هن ابدا ما بيعبروا عن الشعب السوري، هن منتفعين من النظام، وهن اول ما بده يسقط شوي بشار بدهم يرجعوا ويجوا لعنا، بس وقتها نحن بدنا نقلعهم ونقول لهم الله معكم، سوريا شعبها كلياته احرار، الله يكون مع الشعب السوري ومع الاولاد والاطفال والنساء يا رب، امين يا رب العالمين. منال النصري مقيمه بتونس، اهلا، جايين اليوم نشارك بمظاهره دعاء الى الشعب التونسي لانه نحبوا يشاركونا بالوقفه اليوم، سمعت انه في وقفه عالميه بيجي في كثير من الدول العربيه عامله الوقفه اليوم بعد صلاه الجمعه، ان شاء الله الله يقبلها منا ويحرر اهل سوريا وينتصر لنا على هالظالم الجبار ان شاء الله، والله يعين اهل حمص ونحن معهم ونحن واقفين دائما معهم، بس من اللي بنحسن عليه، وان شاء الله ان شاء الله منصورين. الثوره التونسيه كان لها الفضل، هي عطت الدفعه الكبيره لاي شعب بالعالم انه ممكن باراده الشعب ينتصر الانسان على هالطغاة، هدول اللي حاكمين لهم عقود هلكونا بحكمهم الدكتاتوري، وان شاء الله رح ننتصر مثل ما انتصرت الثوره التونسيه. ان شاء الله دائما كلياتنا قلبا وقالبا مع اهل سوريا وثوار سوريا، نحن سوريين وان شاء الله ما رح نوقف عن نشاطاتنا ولا، وبندعم الشعب السوري بالداخل بكل الامكانيات الممكنه، نحن رح نكون كفؤ للمهمه اللي هنا وكلونا فيها، وان شاء الله ان شاء الله النصر قادم عن قريب، وان شاء الله ان شاء الله بشار سيحاكم محاكمه عادله على العكس اللي هو عمله بالشعب السوري والتدبيع اللي عم يذبحه جنوده وشبيحته بالشعب السوري، وبنشكر اهل تونس فردا فردا، بنشكر الحكومات والاحزاب الكل، شكر خاص من اهل سوريا على الموقف اللي اخذته من نظام الاسدي، من نظام فاسد، من نظام مجرم، ونشكر حركة النهضة لتنظيم اليوم بهالتظاهرة اللي كانت فعلا تظاهرة رائعة وأكثر من رائعة، وشكرا لكم. لا نركع، احنا ابن الدين، لا نركع، احنا ابن الدين، لا نركع، احتف بيقين، لا نركع، لا نركع، لا يحفيك صوتي، لا نركع، لا نركع، لا نركع، لا نركع، لا نركع،